الرئيس السيسي يستعرض مع رئيس الحكومة اللبنانية جهود مصر لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين في غزة. وفد عربي وإسلامي يدعو بكين إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية للقطاع. عبور شاحنتي وقود إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، ورئيس الوزراء الفلسطيني يشيد بجهود مصر في تسهيل المساعدات. الثانية عشرة ظهرا العاشرة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من القاهرة. أهلا بكم، البداية مع زميلة ندى رضا. أهلا بك ندى. أهلا بك دنا. أهلا بحضراتكم، والبداية مع الجهود المصرية في دعم الأشقاء في قطاع غزة. مع استعداد مصر أن تسخر كل قدراتها وجهودها للوساطة وبالتنسيق مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة دون قيد أو شرط. وهو ما يستوجب تسهيل وصول المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني بشكل عاجل. ويجب على المجتمع الدولي اليوم أن يتحمل مسؤولياته في هذا الصدد، فمن أجل السلام فليعمل العاملون. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من السيد نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية. حسبما أكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، فقد تناول الاتصال تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية والجهود المصرية للدفع تجاه وقف إطلاق النار وحماية المدنيين، وكذا نافذ المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى الجهود الدولية الرامية للحيلولة دون توسع دائرة الصراع في المنطقة، مع العمل على إحياء مسار السلام بهدف التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين على النحو الذي يحقق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط. أكد وزير الخارجية سامح شكري أن تهجير الفلسطينيين سوف يهدد السلم والأمن والاستقرار في المنطقة وفي العالم بأجمعه. أشار وزير الخارجية خلال لقائه مع نظيره الصيني في بكين إلى أن هناك سياسة كانت معلنة من أجل تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، لكن الموقف المصري والعربي القوي والرافض للتهجير كان بمثابة خط أحمر. كما أوضح وزير الخارجية أن مصر تبذل كل جهد لإدخال المساعدات إلى القطاع عبر معبر رفح البرية، ومشيرا إلى أن سياسة إسرائيل في تعطيل دخول المساعدات هي سياسة ممنهجة وتستهدف دفع الفلسطينيين لمغادرة القطاع تحت وطأة القصف والحصار. التقى وزير الخارجية سامح شكري ووزراء خارجية السعودية والأردن وفلسطين وإندونيسيا والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي في العاصمة الصينية بكين، مع كل من نائب الرئيس الصيني هان تشينغ ووزير الخارجية وانغ يي. وأوضح السفير أحمد أبو زيدر المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أن الوزراء حرصوا خلال الاجتماع على نقل موقف الموحد والجماعي للدول العربية والإسلامية تجاه حتمية تحقيق الوقف الفوري غير المشروط لإطلاق النار في غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل كامل وآمن ومستدام لأبناء الشعب الفلسطيني، فضلا عن ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة ضد المدنيين في غزة والمتمثلة في سياسات العقاب الجماعي في قصف وقتل جماعي وحصار، والرفض القاطع كذلك لكافة محاولات التهجير القسري للفلسطينيين داخل أو خارج قطاع غزة. يأتي اللقاء في أولى محطات جولة اللجنة الوزارية المشكلة بموجب قرار القمة العربية الإسلامية الأخيرة بهدف العمل على وقف الحرب في قطاع غزة.
يواصل مطار العريش استقبال طائرات المساعدات استعدادا لدخولها إلى قطاع غزة. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بتقديم كل أوجه الدعم للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. أفاد مراسل إكسترا نيوز بعبور شاحنتي وقود إلى قطاع غزة ليصل العدد الإجمالي إلى 9 شاحنات. يأتي هذا بينما يواصل معبر رفح عمله في تسهيل تقديم الخدمات والاحتياجات الإنسانية لقطاع غزة، وذلك في إطار الجهود المصرية الكبيرة منذ بداية التطورات في غزة وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. أعلنت مؤسسة حياة كريمة عبور 90 شاحنة معبر رفح البري على متنها 2250 طن مساعدات من أجل دعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة. يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة. أكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن الأولوية الآن هي وقف حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني التي يشنها الاحتلال. وأضاف أبو ردينة أن الاحتلال يسعى إلى تكريس احتلاله لجميع الأراضي الفلسطينية، مجددا التأكيد على ضرورة قيام المجتمع الدولي بالتجاوب مع دعوات إيقاف حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني والتدخل الفوري لوقف جرائم الحرب التي انتهكت القانون الدولي ولم تحترم قرارات الشرعية الدولية. أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد داش تيا عن شكره لمصر على جهودها في تسهيل وصول المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري. وخلال ترأس اجتماع لمجلس الوزراء الفلسطيني قال محمد داش تيا إن الاحتلال يستهدف تهجير الشعب من قطاع غزة، ومشيرا لتجاهل إسرائيل المساعدات والمعاهدات الدولية كافة بارتكاب جرائمها بحق كل الفلسطينيين. دعا أشتيا الشعب الفلسطيني إلى الصمود والثبات، ومؤكدا على أن الفلسطينيين سيظلون باقين على أرضهم. استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم المستشفى الإندونيسي شمال مدينة غزة بالرصاص الحي بشكل مباشر والقذائف المدفعية في محيطه. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن جيش الاحتلال أطلق الرصاص الحي بشكل مباشر على المستشفى الذي يمتلئ بالجرحى، وذلك بالتزامن مع قصف مدفعي لمحيط المستشفى بشكل عنيف ما أدى لإصابة عدد من الفلسطينيين، إضافة إلى قصف محيط مستشفى العودة في شمال القطاع. أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها البالغ بشأن احتياجات أكثر من 250 مريضا و20 من الطاقم الطبي ما زالوا في مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة. هذا وكررت المنظمة النداء من أجل بذل جهود جماعية لوضع حد للأعمال العدائية والكارثة الإنسانية في قطاع غزة. قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي مدرسة الكويت القريبة من المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال أطلقت عدة قذائف بشكل مباشر صوب المدرسة التي تأوي عددا من النازحين. استشهد 15 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزلين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة. أفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلين لعائلتين في رفح على رؤوس قاطنيها، وذلك قرب مستشفى أبو يوسف النجار ما أدى إلى استشهاد 15 وإصابة العشرات، إضافة إلى وجود العشرات تحت الركام.
شن طيران الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات مكثفة على شمال غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات. قالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن طائرات الاحتلال قصفت بعشرات الصواريخ محيط مدينة حمد السكنية شمال غرب خان يونس، ما أدى لاستشهاد العشرات أغلبهم من النساء والأطفال وإصابة آخرين. استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين بعد قصف طائرات الاحتلال مدرسة في حي الشيخ رضوان شمال مدينة قطاع غزة. يأتي هذا الاستهداف عقب يوم من استهداف الاحتلال لمدرستي الفخورة وتل الزعتر في قطاع غزة، والذي أسفر عن مئات الشهداء والجرحى. استشهد 32 فلسطينيا وأصيب آخرون بعد قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مخيمي النصيرات وسط غزة وجبالية شمال قطاع غزة. أوضحت مصادر طبية أن 14 فلسطينيا استشهدوا جراء قصف الاحتلال مخيم النصيرات، حيث نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى. وأضافت أنه تم انتشال 18 شهيدا كلهم من النساء والأطفال بعد قصف استهدف أحد المنازل في مخيم إجبالية. بلغ مستوى العنف في قطاع غزة درجة خطيرة في ظل تواصل القصف الإسرائيلي العنيف للمدارس والمستشفيات، والتي تأوي نازحين في سابقة تتعارض مع الحماية الأساسية والتي يجب توفيرها للمدنيين بموجب القانون الدولي. المزيد في هذا العرض مع سارة عبد الله. نتابع. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم. بلغت الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة منحنى بالغ الخطورة، فبينما تتصاعد النداءات الدولية بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حصارها المطبق على القطاع من جميع الجوانب، فيما يتواصل القصف الغاشم بلا هوادة. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أكد أن عدد الشهداء المدنيين في قطاع غزة صادم وغير مقبول، مجددا الدعوة لوقف فوري لإطلاق النار لدواعي إنسانية. كما أعرب غوتيريش عن صدمته الشديدة جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي وتعمدها قصف المدنيين في قطاع غزة. يأتي ذلك في حين أكد المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أن مستوى العنف في قطاع غزة بلغ درجة خطيرة في ظل الهجمات المتكررة على المدارس التي تأوي نازحين وتحويل المستشفيات إلى منطقة موت، مشيرا إلى أن الضحايا كانوا يبحثون عن الأمان في مباني الأمم المتحدة التي انتهكت قوات الاحتلال الإسرائيلي حرمتها. وليس ذلك فحسب، بل أكد المفوض السامي لحقوق الإنسان أن الأحداث المروعة التي وقعت خلال الساعات الماضية في غزة تفوق التصور، مشيرا إلى أن مقتل هذا العدد الكبير من الأشخاص في المدارس التي أصبحت ملاجئ وفرار المئات للنجاة بحياتهم من مستشفى الشفاء وسط نزوح مئات الآلاف إلى جنوب غزة هي أفعال تتعارض مع الحماية الأساسية التي يجب توفيرها للمدنيين بموجب القانون الدولي. وفي غضون ذلك أكدت منظمة الصحة العالمية أن مستشفى الشفاء في قطاع غزة أصبح منطقة موت. كما أعلنت الصحة العالمية أنها قادت بعثة تقييم للمستشفى استمرت لمدة ساعة، مشيرة إلى أن مئات العاملين والمرضى والجرحى في حالة حرجة داخل المستشفى. من ناحيتها طالبت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف بتوفير الحماية للأطفال والمدنيين في قطاع غزة، كما دعت إلى التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار. وفي الأثناء أكدت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة أن استمرار السلوك الوحشي لقوات الاحتلال الإسرائيلي الذي لا يفرق بين المرافق التعليمية والصحية وبين الثكنات العسكرية، إنما يبين إصرار الاحتلال على خرق كل القوانين والأعراف الدولية والاستهزاء بالمواقف المتصاعدة في كل مكان ضد هذه التصرفات الهمجية. كما جددت مناشدتها جميع المنظمات الدولية
لا سيما العاملة منها في مجالات التربية والعلوم والثقافة، بالتعبير عن موقف حازم تجاه هذه التصرفات الهوجاء. مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضا حول تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واعتداءات قوات الاحتلال على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. أشكر لكم طيب المتابعة. قال صندوق الأمم المتحدة إن السكان حوالي 70% من الضحايا في قطاع غزة هم من النساء والأطفال، وشدد الصندوق على أن النساء والأطفال الفلسطينيين ليسوا أهدافا عسكرية، داعيا إلى ضرورة وقف إطلاق النار فورا. أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن صدمته جراء قصف مدرستين تابعتين للمنظمة الدولية في أقل من 24 ساعة في قطاع غزة. شدد غوتيريش على ضرورة عدم انتهاك حرمة المباني التابعة للأمم المتحدة، داعيا مجددا إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية. سجل مليء بمجازر وحشية ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني، سجل يمتد لعشرات السنين منذ أحداث النكبة الفلسطينية عام 1948، مجزرتان جديدتان ارتكبتهما قوة الاحتلال استهدفتا نازحين في مدرستين، إحداهما مدرسة الفخورة بمخيم جباليا والأخرى مدرسة في تل الزعتر، وكلتاهما في شمال قطاع غزة. مشهد يصعب وصفه بعد أن غطى جثامين الشهداء ممرات المدرستين وصار الدمار والخراب والركام في كل مكان. وزارة الصحة الفلسطينية قالت إن مئات الشهداء والجرحى سقطوا جراء المجزرتين، معظمهم من الأطفال والنساء. وفي ردود الفعل على مجزرة الفخورة أدانت مصر بأشد العبارات القصف الإسرائيلي المروع للمدرسة التابعة لوكالة الأونروا، مؤكدة أن قصف الفخورة التي كانت بمثابة ملاذ آمن للمئات من النازحين الفلسطينيين تعد جريمة حرب أخرى تقتضي التحقيق ومحاسبة مرتكبيها، فضلا عن كونها تمثل إهانة متعمدة للأمم المتحدة ومنظماتها الإغاثية وأهدافها الإنسانية السامية. وجددت مصر دعوتها للأطراف الدولية المؤثرة ومجلس الأمن بضرورة التدخل الفوري لوضع حد للمعاناة الإنسانية في قطاع غزة. في الأثناء قالت وكالة الأونروا إن هذه الهجمات لا يمكن أن تصبح أمرا عاديا ويجب أن تتوقف، مشددة على ضرورة وقف إطلاق النار لدواع إنسانية. في الوقت نفسه أدان المكتب الإقليمي للدول العربية لصندوق الأمم المتحدة للسكان قصف المدارس الأممية واستهداف المدنيين الفلسطينيين. من جانبها اعتبرت الخارجية الفلسطينية أن مجزرة مدرسة الفخورة تثبت أن حرب إسرائيل المعلنة على المدنيين تهدف إلى تفريغ منطقة شمال قطاع غزة بأكملها من أي وجود فلسطيني. ما نراه اليوم حلقة صغيرة من مسلسل المجازر التي ارتكبها الاحتلال، فمن مجزرة مستشفى المعمداني إلى مستشفى الرنتيسي إلى مجمع الشفاء، تتواصل المجازر وسط صمت دولي وعجز
عن وقف آلة القتل الإسرائيلية. قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة سفير رياض منصور إن الفظائع والإرهاب الذي ترتكبه إسرائيل في قطاع غزة يشكل إهانة للإنسانية ولا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة. جاء ذلك خلال الرسائل المتطابقة التي بعثها منصور إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ولرئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مواصلة إسرائيل شن حربها الشرسة على الشعب الفلسطيني. هذا وأشار منصور إلى أن التقديرات تشير إلى استشهاد أكثر من 12 ألف فلسطيني منهم 5000 طفل و 3000 امرأة وإصابة 29 ألف آخرين. شدد وزير الخارجية الصيني وانغ يي على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي إجراءات عاجلة لوقف الكارثة الإنسانية في غزة. وقال الوزير الصيني إنه يجب العمل بشكل جماعي لتهدئة الوضع في غزة سريعا والاستعادة السلام في الشرق الأوسط في أقرب وقت، مشيرا إلى أن الوضع في غزة يؤثر على كل البلدان في جميع أنحاء العالم ويعيد النظر في المبادئ الأساسية للإنسانية. جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعوته إلى التوصل إلى هدنة إنسانية فورية تؤدي إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإيصال المساعدات الإنسانية في أسرع وقت ممكن. استعرض إيمانويل ماكرون ما قدمته فرنسا خلال الفترة الماضية إزاء تطورات الوضع في القطاع وخاصة على المستوى الإنساني. أضاف أيضا أن بلاده قررت إرسال طائرات جديدة تابعة للقوات الجوية من أجل نقل أكثر من 10 أطنان من الإمدادات الطبية لصالح 2 من المراكز الصحة والمتنقلة لعلاج نحو 500 شخص من المصابين بجروح خطيرة. قالت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية إن أكثر من 5000 طفل من بينهم ما يزيد عن 3000 طفل استشهدوا منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي. وفي بيان صحفي بمناسبة اليوم العالمي للطفل أكدت وزارة التعليم الفلسطينية أن مشاهد قتل الأطفال وطلبت المدارس في قطاع غزة تجاوزت كل الأعراف والمواثيق، مشيرة إلى أن هناك مشاهد أخرى تشهدها محافظات الضفة الغربية والقدس من قتل بدم بارد واقتحامات للمدارس وعرقلة وصول الطلبة والكوادر التربوية. أكدت جامعة الدول العربية حق الطفل الفلسطيني في حياة حرة كريمة على أرضه وأن يعيش حياة آمنة مطمئنة بعيدا عن كل أسباب الخوف وبعيدا أيضا عن كل أشكال العنف. هذا ودعت الجامعة العربية المجتمع الدولي إلى تحمل كامل مسؤولياته تجاه حماية الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة وأيضا إلزام قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقرارات والقوانين التي تكفل حماية الأطفال الفلسطينيين. استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي العديد من الفلسطينيين النازحين خلال هروبهم من الغارات رغم تعهده بعدم استهدافهم، ما أسفر عن سقوط العشرات من الشهداء والمصابين. المزيد حول رحلة النزوح الشاقة التي يواجهها الشعب الفلسطيني في غزة سنتابعها في هذا التقرير. تحت وطأة تهديدات الاحتلال ترك هؤلاء منازلهم وممتلكاتهم بعد وعود إسرائيلية بفتح ممرات آمنة،
مصابون ومعافون، شيوخ وأطفال، رجال ونساء. تنوعت فئات النازحين قسرا من شمال غزة نتيجة قصف الاحتلال. فلم يكن أمام آلاف العائلات النازحة خيار سوى حمل أطفالهم وما يلزم من ملابسهم والسير على الأقدام أكثر من 10 ساعات لنحو 14 كيلومترا أو اللجوء للسيارات البدائية والتي يجرها الخيول والحمير. وعلى الرغم مما روج له الاحتلال بأنه لن يتعرض للنازحين إلا أنه استهدف قوافل منهم، مما أسفر عن سقوط شهداء ومصابين، كما تعرضت قواته للفرين حيث يتم احتجازهم لساعات وتفتيشهم. من ضمن التهديدات اللي هي من الاحتلال انه هلقيت احنا في الجنوب بيهددوا انهم بدهم يطلعوا كل اللي تهجروا اساسا من غزة للجنوب، ومن ضمنهم كمان اهل الجنوب كلهم بدهم يطلعوهم للا مكان، مش عارفين اي مكان، ايش هو هذا المكان اللي احنا نطلع منه نتهجر؟ لانه في تهديد منهم انه بدهم يصيروا يفضوا المنطقة لدخول بري، فاحنا وين مصيرنا حيكون؟ وين المكان اللي احنا حنقعد فيه؟ ولجأ عشرات الآلاف من النازحين من الشمال بالفعل إلى المدارس والخيام في مدينة خان يونس في النصف الجنوبي من قطاع غزة، مما تسبب في اكتظاظ شديد وسط نقص في الغذاء والمياه. نزحنا عند أهلنا، خايفين من منطقتنا، أجل أهل إخلاء، أهلي نزحوا. كل ما نروح على مكان نروح بنخلي نشرب كل هيتنا، اللي بنكون نازحين عندهم بخلوا معنا. وأظهر رصد للأمم المتحدة أن ما يقدر بنحو 200,000 انتقلوا للجنوب منذ 5 نوفمبر، مما أثار المخاوف من التكدس في تلك المنطقة. وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية فإن أكثر من 1.5 مليون شخص نزحوا داخل غزة، ويحتمي قرابة 800,000 منهم في 154 مأوى على الأقل تابع للأمم المتحدة. أكدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يونسكو أن استهداف وقصف المدارس التابعة للأمم المتحدة في قطاع غزة من قبل إسرائيل يعد انتهاكا واضحا للقانون الدولي. هذا ونددت اليونسكو بالصور التي وصفتها بالمروعة للقصف الذي يستهدف مدارس الأمم المتحدة في قطاع غزة والتي لجأ إليها العديد من المدنيين. كانت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة قد أدانتا الغارات المروعة التي استهدفت مدارس في قطاع غزة، كان آخرها استهداف مدرستي الفخورة وتل الزعتر في شمال القطاع، ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى. حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من معاناة الفلسطينيين الذين نزحوا إلى جنوب قطاع غزة من الازدحام الشديد ومحدودية الوصول إلى المأوى والغذاء والماء. مع استمرار قصف الاحتلال وزيادة أعداد النازحين إلى جنوب قطاع غزة، زادت المخاوف بشأن الجفاف والأمراض المنقولة عبر المياه، وسط تحذيرات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من محدودية الوصول إلى المأوى والغذاء والماء في ظل الازدحام الشديد. المكتب الأممي أعلن في وقت سابق توقف كافة المخابز عن العمل بسبب نقص الوقود والمياه ودقيق القمح، فيما أفادت الأونروا بتوقف محطتين لتوزيع المياه في جنوب غزة عن العمل بسبب نقص الوقود، ما أدى إلى حرمان 200,000 شخص من مياه الشرب. وفي ضوء استمرار القصف على البنية التحتية المدنية في غزة، تلاشى الاقتصاد داخل القطاع كالغبار بعد أن كان يتجه إلى الركود، إذ أكد معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطينية هذا الشهر بأن اقتصاد غزة توقف عن العمل اعتبارا من الربع الأخير من عام 2023، وسيستمر كذلك إلى أجل غير مسمى. في الوقت نفسه قدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن 61% من الوظائف في غزة قد فقدت، إلى جانب 857 مليون دولار من النشاط الاقتصادي، مما سيؤدي إلى تراجع الاقتصاد لسنوات عديدة.
من جانبها أشارت صحيفة واشنطن بوست إلى أنه لا يزال من المستحيل إجراء تقديرات دقيقة أو نهائية للأضرار الاقتصادية، خاصة وأن إسرائيل أغلقت حدودها مع غزة. بينما يتواصل القصف الإسرائيلي على كل أنحاء غزة من شماله إلى جنوبه، تتفاقم المعاناة الإنسانية إلى درجة غير مسبوقة في القطاع، فيما تستمر صرخات استغاثة الأطفال والمرضى خوفا من مصير مجهول داخل خيام الإيواء. هربا من القصف الإسرائيلي الغاشم، لجأ الفلسطينيون إلى المخيمات للاحتماء من جحيم أطنان القنابل التي تسقطها طائرات الاحتلال، إلا أن التقلبات الجوية الحادة والأمطار الغزيرة فاقمت معاناة مئات الآلاف من سكان القطاع الذين أجبروا على مغادرة منازلهم ونزحوا إلى الخيام والمدارس التابعة لوكالة الأونروا في ظل الحصار الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة. احنا في بيوتنا كنا متدفئين وكنا إشي زي هيك، لكن أجينا هنا في السجعة وفي الريح وفي والله أولادنا مش لاقيين لهم غطاء، السجعة وبيرجفوا من في الليل. أنت تعال من ابتداء من المغرب بيصير الريح وبيصير الغبرة وبيصير سجعة لأطفالنا اللي وقتش بدنا نضمنا زي هيك. إحنا كنا عايشين في بيوتنا مكرمين، أجينا تهجرنا هنا غصب عنا، إن إحنا تهجرنا مش بإرادتنا، حسبنا الله ونعم الوكيل على اليهود. لا أمان في قطاع غزة، هذا هو لسان حال سكان القطاع الذين ذاقوا مرارة القصف والخراب والدمار، فتركوا منازلهم وهربوا بأطفالهم إلى الخيام على أمل النجاة من غارات جيش الاحتلال الإسرائيلي التي لا تهدأ. بيتي انقصف في خان يونس، ولجأت لعيلة تانية من أول الشتاء، من عيلة لعيلة، في الآخر لجأنا للخيام، كنا أأمن لنا شوية من البيت، بس فيش مكان أمان. هاي صغارنا، هاي بيتنا، شوف حالنا والله العظيم، صغار من عارفة كيف بدنا ننيمهم، شوف عدتهم مية، ايش بدنا نلبسهم، شوف الشتاء، شوف شو بياكلوا، فيش مية نظيفة، فيش أكلة نظيفة، بنروح نشتري لهم مش لاقيين اشي، حتى الحياة صعبة جدا جدا علينا وعلى صغارنا. والله العظيم بجري فيها من مكان لتاني مكان عشان تروح على الحمام، الله يكرمك. وبينما يتواصل القصف الإسرائيلي على كل أنحاء القطاع من شماله إلى جنوبه، تتفاقم المعاناة الإنسانية إلى درجة غير مسبوقة، فيما تستمر صرخات استغاثة الأطفال والمرضى خوفا من المصير المجهول داخل الخيام. وليش أنا مريض السرطان؟ لا في دواء، لا في مية زي الناس، يعني أنا مخنوقة من الحياة، ليش هيك بصير فينا إحنا؟ احنا ليش بصير فينا هيك؟ ليش حالنا زي هيك؟ فيش انا بدور على دوايا، انا شاريها عد وخلص، يعني انا مش ضايل لي في العبوه تبعتي الا شويه، من وين اروح اشتريها؟ مش رواتب، مش مصاري، من وين اروح اشحت الشوارع؟ حتى اللي بده يشحتك ما بيشحكاش لانه حاله زي حالي بالضبط، فيش اي حاجه. تلك التداعيات القاسيه التي يواجهها سكان قطاع غزة لم تلقى حتى الآن استجابة دولية حاسمة لوقف إطلاق النار وحقن الدماء وكبح المجازر الوحشية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في القطاع المحاصر.
وبالعودة لآخر التطورات في معبر رفح البري، ينضم إلينا موفد أكشن نيوز الزميل هشام عبد التواب. هشام، برحب بك معنا طبعا إلى هذه النشرة الإخبارية. مزيد من التفاصيل لديك هشام. يمكن كما تعلم التحركات السريعة والقوية من قبل الدولة المصرية والقيادة السياسية في مقدمتها بالتأكيد السيد الرئيس، تحركات ملموسة، والسيد حتى الرئيس عقد عدد من اللقاءات لضمان وقف إطلاق النار من ناحية، وحتى ضمان إرسال كل المساعدات الإغاثية والطبية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري. ما هو آخر التفاصيل والجديد لديك هشام؟ تفضل. نعم دانا، آخر التفاصيل متعلقة الآن بالاستعداد الكامل لاستقبال الأطفال الخدج أو الأطفال المبتسرين من قطاع غزة إلى هنا إلى معبر رفح. عندما نتحدث عن جاهزية كاملة نتحدث عن حوالي 32 سيارة إسعاف مجهزة بالكامل بالحضانات، منهم 16 سيارة إسعاف مجهزة بالتنفس الصناعي استعدادا لاستقبال الأطفال المبتسرين من قطاع غزة. نعلم أنهم جاءوا بالأمس إلى المستشفى الإماراتي في رفح الفلسطينية، ومن المقرر خلال اللحظات المقبلة ونحن نتابع باستمرار اللحظات الأولى للدخول، متوقع أن يعني الدخول سيكون خلال اللحظات القادمة للأطفال. الأرقام تتحدث عن حوالي يعني 31 طفل من الأطفال المبتسرين الذين سيدخلون إلى هنا إلى معبر رفح، والجاهزية كاملة. تابعنا منذ قليل دخول الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة إلى معبر رفح للإشراف الكامل على استقبال الأطفال المبتسرين، حوالي 31 طفل، وسينقلون إلى مستشفى العريش، وعدد آخر سينقل إلى مستشفيات القاهرة طبعا حسب الحالة، وفي جاهزية كاملة لكل السيناريوهات. نتوقع استقبال بالتأكيد حالات صعبة، نتوقع استقبال حالات خطرة، ولذلك هنالك عدد من العربات 16 سيارة مجهزة بالكامل بأجهزة التنفس الصناعي مع الحضانات. هذا المشهد المتعلق باستقبال الأطفال المبتسرين، وهو يعني أهم ما يحدث الآن، وكل الترقب متعلق باستقبال هؤلاء بعدما وجه بالتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي باستقبالهم قبل عدة أيام. على جانب آخر فيما يخص إدخال الوقود، إدخال الوقود أيضا مستمر، وتابعنا منذ صباح اليوم إدخال شاحنتي وقود من معبر رفح إلى قطاع غزة، ويعني هذه العملية مستمرة بانتظام منذ عدة أيام لنصل إلى 9 شاحنات حتى الآن منذ بداية يعني إدخال الوقود. العربة الأولى كانت تحوي حوالي 24 ألف لتر من السولار، وتتوالى دخول هذه الشاحنات لقطاع غزة. الوقود يمثل أهمية خاصة في هذا التوقيت بالتحديد، ندرة الوقود سببت كل هذه المآسي للأطفال المبتسرين الذين سيأتون اليوم إلى هنا، وسببت مآسي كثيرة لكل الفلسطينيين، كل الجرحى والمرضى في المستشفيات، وأيضا أثرت على التواجد الخاص بالمياه النظيفة في قطاع غزة، لا يوجد مياه نظيفة، فبالتالي الوقود مهم لي أيضا محطات تحلية المياه، والوقود في غاية الأهمية لحتى شبكات الاتصالات. الوضع يكون صعبا للغاية عندما نفقد الاتصال بأشقائنا في قطاع غزة، وهذا يحدث بشكل مستمر، ولذلك الوقود مهم للغاية لكل هذه القطاعات. وأيضا كانت هنالك تخوفات كثيرة من تفشي الأمراض جراء توقف كل هذه المرافق نتيجة لنقص الوقود، فبالتالي مسألة الوقود ستعالج أمور عدة مع دخولها بانتظام. فيما يخص المصابين، بالأمس استقبلنا حوالي 8 حالات من المصابين من قطاع غزة، منهم 3 حالات من مرضى السرطان، و5 حالات من المصابين بإصابات مختلفة من أسرة واحدة جراء القصف الإسرائيلي. فيما يخص مزدوجي الجنسية، منذ صباح اليوم دخل حوالي 3 حافلات من قطاع غزة إلى هنا. هذه الحافلات تحمل حوالي أكثر من 160 من مزدوجي الجنسية، وأيضا العمل مستمر يوميا، نتابع تحديثات الأرقام يوميا فيما يخص مزدوجي الجنسية. بالأمس تابعنا أكثر من 700 من مزدوجي الجنسية دخلوا إلى معبر رفح بالفعل،
ويعني منذ بداية الحرب كان في تركيز شديد مع مزدوجي الجنسية من 60 دولة مختلفة كانوا متواجدين في قطاع غزة، والعمل جاري لإخراجهم من القطاع. هنالك هيئات دبلوماسية في سفارات موجودة هنا في المعبر لاستقبال رعاياها بالتأكيد إلى وجهتهم التالية. إذن هذا هو المشهد الآن في معبر رفح، التركيز الأكبر والأهم ونحن نتابعه باستمرار. كنت للتو في الداخل وخرجت فيما يتعلق بالأطفال المبتسرين وعربات الإسعاف المجهزة، والمصطفى الآن لاستقبال هؤلاء دانا. ونحن بالتأكيد هشام سنتابع معك كل ما هو جديد على مدار النشرات والتغطيات القادمة لمتابعة كل ما هو جديد بخصوص وصول كل هذه وإرسال المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، وأيضا وصول المرضى والجرحى وصول الأطفال الخدج. أنا بشكر حضرتك وبشكرك زميلي هشام عبد التواب على هذا البسط، شكرا جزيلا لك. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 47 مواطنا فلسطينيا من بينهم 13 عاملا من قطاع غزة. واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 21 فلسطينيا من مدينة الخليل و14 آخرين من تل كرم من بينهم 13 عاملا من قطاع غزة. هذا بالإضافة إلى اعتقال الاحتلال عشرات الفلسطينيين من بيت لحم ورام الله وغيرهم. استشهد شاب بالقرب من مدخل مخيم العروبة شمال الخليل برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي. أوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف من الاقتراب منه وتقديم العلاج له. هذا كما احتجزته حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وبعدها تم تسليم جثمانه إلى طواقم الهلال الأحمر. اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في فلسطين إن المستوطنين اقتحموا باحات الأقصى من باب المغاربة وأدوا طقوسا تلمودية. كما شددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى ومنعت الشباب الفلسطيني من دخوله لليوم 43 على التوالي. استهدفت مدفعية الاحتلال محيط بلدة نقورة في جنوب لبنان حسب ما أعلنت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام. كان حزب الله اللبناني قد أعلن في وقت سابق عن استهداف مواقع إسرائيلية وتحقيق إصابات مباشرة. تستمر الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي في التواصل مع أبناء مصر المقيمين بالخارج. هذا ونشرت الصفحة الرسمية للحملة رابط الانضمام إليها. يأتي ذلك في إطار حرص الحملة على استمرار التواصل الفعال مع أبناء مصر في الخارج. كما استقبلت الحملة الرسمية المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي سفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سابقا كأحد الخبراء في مجال شؤون المصريين في الخارج. كان في استقبالها رئيس الحملة المستشار محمود فوزي تناول لقاء الحديث عن عدد من الموضوعات بينها المصريين في الخارج وحتى الإجراءات والتسهيلات التي عملت الدولة المصرية على تحقيقها من أجل تصويت المصريين في الخارج. تناول الحديث الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في ملف المصريين بالخارج، هذا فضلا عن الحديث عن عدد من التحديات والتي تواجههم من بينها بعد مقرات الاقتراع وحتى غيرها. من جانبها عبرت السفيرة نبيلة مكرم عن سعادتها بتواجدها بمقر الحملة الرسمية المرشح الرئاسي
السيد عبد الفتاح السيسي مثمرة الإنجازات التي قامت بها الدولة برئاسة السيد الرئيس السيسي في كل الملفات الداخلية والخارجية. قالت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سهى جندي إن مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024 ستكون رسالة مفادها أن المصري بالخارج شريك في رسم مستقبل الدولة بجانب المصريين في الداخل، مؤكدة أن الحكومة ووزارة الهجرة تتفقان وتقفان على مسافة واحدة من كافة المرشحين. وخلال لقائها بعدد من أبناء الجالية المصرية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية في ثاني محطات جولتها الخارجية، لحث المصريين في الخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية. أوضحت وزيرة الهجرة أنه على الرغم مما يعانيه العالم كله الآن، إلا أن مصر ما زالت تعمل بكل جدية وتحقق معدلات تنمية وتنجز مشروعات كبرى وتطور من نفسها سعيا للوصول إلى المكانة التي تستحقها. بحثت وزارة الإسكان مع وزارة التجارة السعودية وعدد من المستثمرين السعوديين سبل تعزيز مجالات التعاون المشترك وحل مشكلات المستثمرين السعوديين. ناقش اللقاء مطالب المستثمرين السعوديين لحل المشكلات والتحديات والتي تواجه تنفيذ بعض المشروعات الاستثمارية. تم التوجيه بالعمل على حل كل المشكلات وتيسير الإجراءات أمام المشروعات الاستثمارية طبقا للقواعد. وقع صندوق مصر السيادي اتفاقية شراكة مع إحدى شركات الخدمات التعليمية لتطوير المدرسة الخامسة على أرض القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر. قالت الدكتورة هالة سعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي إن المشروع يعد ترجمة على أرض الواقع للدور الذي أولته الدولة المصرية للصندوق، حيث يقوم باستغلال أصول الدولة غير المستغلة وتعظيم العائد من هذه الأصول، مؤكدة أن الاستثمار في التعليم أهم طرق تعظيم العائد من الأصول. تنطلق اليوم في العاصمة الألمانية برلين أعمال قمة ما بين زعماء مجموعة العشرين بمشاركة مصرية وزعماء 12 دولة إفريقية، إذ تستهدف القمة المساعدة في تعزيز الاستثمار الخاص في القارة سريعة النمو. قال مسؤولون بالحكومة الألمانية أن الحدث يقام في مقر المستشارية الألمانية، ويسبقه مؤتمر صحفي مع قادة الاتحاد الإفريقي والذي أصبح في سبتمبر عضوا دائما في مجموعة العشرين. القمة تهدف إلى تعزيز التعاون ما بين أفريقيا والقوى العالمية في المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية، كما أنها تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى القارة. قال دويتشي بانك إن المركزي الياباني بحاجة لإنهاء سياسات نقدية شديدة التيسير لتحقيق تحسن ملحوظ في قيمة الين. أوضح البنك الألماني أن تحسن العملة اليابانية يتطلب إما تخفيف جميع المصاريف المركزية حول العالم لسياساتهم النقدية المتشددة أو تخلي البنك الياباني عن سياسة أسعار الفائدة السالبة. أبقت الصين معدلات الفائدة على القروض دون تغيير خلال نوفمبر الجاري مع اتجاه البنك المركزي نحو ضخ السيولة في النظام المصرفي بدلا من خفض الفائدة من أجل دعم النشاط الاقتصادي. يواجه المركزي الصيني قيودا على قدرته على خفض الفائدة بصورة كبيرة، وذلك بسبب الضغوط على اليوان وتدفقات رأس المال إلى الخارج في ظل معدل القروض الرئيسية لأجل عام عند 3.45% وهو الخاص بمعظم قروض الأسر والشركات. كما تم تثبيت الفائدة على القروض لأجل 5 سنوات ولو صلة بمعظم قروض الرهن العقاري عند 4.2%.
تابعت غرفة العمليات وإدارة الأزمات في وزارة التنمية المحلية جهود محافظات الإسكندرية القليوبية مطروح الغربية وكفر الشيخ في التدخل السريع لمواجهة موجة الطقس السيئة والتعامل مع أي أحداث طارئة، حيث تم رفع درجة الاستعدادات في جميع الأجهزة التنفيذية للتعامل مع توقعات الهيئة العامة للأرصدة الجوية والتي تشير إلى تعرض عدد من المحافظات لأمطار متفاوتة الشدة، كما تم تكثيف الجولات الميدانية المكبرة منذ الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار والتأكد من تحقيق السيولة المرورية في كافة الشوارع والمحاور. تواصل سقوط الأمطار على الإسكندرية اليوم الثاني على التوالي، ولم تتأثر حركة سير المشاة والمركبات، واستمر تداول الحاويات وشحن وتفريغ البضائع والملاحة بميناء الإسكندرية بشكل طبيعي ومنتظم. هذا واتخذت محافظة الإسكندرية وأجهزتها التنفيذية والمرافق الخدمية وشركة الصرف الصحي اتخذت كافة الاستعدادات لتلقي أي بلاغات وتمركز سيارات كسح المياه بالأماكن التي تشهد تجمعات مياه الأمطار لتصريفها. للمزيد عن حالة الطقس ينضم إلينا هاتفيا الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. دكتور محمود، بداية برحب بحضرتك على شاشة إكس نيوز، مزيد من التفاصيل عن حالة الطقس في الأيام المقبلة. أهلا بحضرتك وبكل السادة المشاهدين. بالفعل زي ما حضرتك أشرتي بيستمر اليوم معنا بقايا حالة الاستقرار في حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اللي شهدناها منذ الأمس. اليوم تحديدا في فرص امطار بتكون امطار متوسطه الى خفيفه في غالبيتها على معظم المحافظات ومدن الساحل الشمالي زي اسكندريه وبورسعيد ودمياط وشمال سيناء وبعض محافظات شمال الوجه البحري، اما اقصى غرب الجمهوريه عند مطروح الامطار هناك خفيفه في غالبيتها، كلما اتجهنا جنوبا بيستمر معنا اصلا فرص الامطار اللي بتكون في اغلبها خفيفه، ايضا القاهره الكبرى عليها اليوم فرص امطار خفيفه لكنها بنسبه ضعيفه وكلها امطار غير مؤثره تماما. حده الامطار اليوم او شدتها بشكل اكبر على القطاع الشرقي من الجمهوريه، ده اللي بيتزامن بالفعل مع خروج المنخفض الجوي من الجانب الشرقي للجمهوريه علشان يبدا ياثر على بلاد الشام وفلسطين، وده بالفعل من خلال متابعتنا لصور الاقمار الصناعيه هنا داخل الهيئه العامه للارصاد الجويه بنلاحظ وجود السحب بشكل كبير على سواحلنا الشماليه وعلى بلاد الشام المجاوره لينا، فيما عدا ذلك طبعا بتعتدل سرعات الرياح بشكل كبير وبتهدأ عن الامس. شهدنا بالامس سرعات رياح كانت قويه ادت الى نشاط قوي للرمال والاتربه وايضا ادت لاضطراد كبير في حركه الملاحه البحريه. كمان سرعات الرياح اليوم على البحر المتوسط بتقل بشكل كبير عن الايام الماضيه لكنها لا زالت نشطه، وبالتالي مستمر معنا اليوم اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاعات الأمواج هناك بتتراوح ما بين 3 إلى 4 متر. أيضا بيستمر معنا اليوم انخفاض درجات الحرارة اللي بتكون معها العظمى على القاهرة 23 إلى 24 درجة والسواحل الشمالية في حدود ال 20 درجة مئوية، لكن بداية من الغد إن شاء الله هيبدأ يتحرك هذا المنخفض الجوي تماما خارج الأراضي المصرية ونبدأ نتأثر بوجود امتداد لمرتفع جوي في الطبقات العليا للهواء، وبالتالي استقرار تام في الأحوال الجوية وعودة تدريجية لدرجات الحرارة ما بين 25 ل 26 درجة مئوية بالنسبة للقاهرة الكبرى، وطبعا اعتدال في سرعات الرياح على كافة أنحاء الجمهورية. طيب هل في أي نصائح نقدر نقولها للسادة المشاهدين قائدي المركبات في حتى الساعات المقبلة قبل الدخول في حالة الاستقرار اللي حضرتك بتتكلم عليها دكتور؟ بالتأكيد المسافرين على الطرق الساحلية في مصر بنوجه نصايحنا ليهم انه اثناء تساقط الامطار بتنخفض مستويات الرياح الافقية بشكل كبير، لازم طبعا القيادة بهدوء واتباع كافة تعليمات المرور. كمان اليوم لا زالت درجات الحرارة منخفضة عن الايام الماضية زي ما قلنا 23 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، ايضا خلال ساعات المساء درجات الحراره بتنخفض بشكل كبير، لاحظنا منذ الامس درجات حراره منخفضه كانت الصغرى على القاهره معاها ما بين 16 ل 17 درجه مئويه، وايضا مستمر هذه الليله انخفاض كبير في درجات الحراره وخلال ساعات الصباح الباكر،
فطبعا الاولاد خلال خروجهم للمدارس خلال ساعات الصباح الباكر لازم نراعي انخفاض درجات الحراره، وان كان خلال ساعات النهار بدايه من الغد تتحول الاجواء الى دافئه نهارا، لكن لازم نراعي انخفاض درجات الحراره خلال ساعات الصباح الباكر. أنا في الحقيقة بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، شكرا جزيلا لحضرتك. بهذا مشاهدينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية وختام هذه النشرة الإخبارية، وهذه تذكرة بأهم ما جاء بها من عناوين. الرئيس السيسي يستعرض مع رئيس الحكومة اللبنانية جهود مصر لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين في قطاع غزة. وفد عربي وإسلامي يدعو من بكين إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية للقطاع. وعبور شاحنتي وقود إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، ورئيس الوزراء الفلسطيني يشيد بجهود الدولة المصرية في تسهيل المساعدات. ختاما للمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور، جوجل بلاي، أو من خلال الكيو آر كود الظاهر أمام حضراتكم على الشاشة. أشكر لكم طيب المتابعة والشكر موصول للزميلة دانا متحد.